السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا مرتاحين وتكونوا ناشطين، ونتمنى أيضا تكونوا على اطلاع بالدروس ديالكم بشكل مستمر. إذا اليوم إن شاء الله نصحوا فرض محروس رقم 2 بطبيعة الحال في الرياضيات الدورة الثانية. إذا أولا قبل ما نبدأ العمل في الفرض، لجزكم بخير أني كنت مسالي يعني متفرغ، تبع معايا مزيان، كان عندك شي سؤال حطه في تعليق، إذا كان عندك شي شغال ولا مزروب سير قضيه حتى تسالي، واجي اجي ديك الساعة جلس تتبع الفيديو دقة دقة وإن شاء الله غادي تفهم. بالنسبة لهذا الفرض هذا فهو فيه ثلاثة ديال العناصر، فيه المعلم في المستوى ومعادلة مستقيم وأيضا الدالة الخطية والتألفية. إذا نبدأ على بركة الله. التمرين الأول، في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم ويجي، نعتبر النقط التالية E الإحداثيات ديالها 4-3 و F الإحداثيات ديالها -2-5 و M نقطة حيث 2 F تساوي لنا M يعني المتجهات. السؤال الأول، حدد إحداثيتي كل من المتجهة EF والنقطة M. إذا نبدأ على بركة الله، نحدد المتجهة وإحداثيات المتجهة EF. إذا بصفة عامة القاعدة شنو كتقولنا؟ هذا اللي عندنا في الطرف يعني إكس إف ناقص إكس أو و إيكغيك إف ناقص إيكغيك أو، هذا بصفة عامة. إذن هاد المعطيات عندنا إحداثيات ديال أو وعندنا الإحداثيات ديال إف اللي هما هادو. إكس إف هي هادي و x او هي هذه x f وهذه x او. اذا نطبقوا ناقص 2 ناقص 4 y f هي 5 ناقص 3 5 ناقص 3. اذا الاحداثيات ديال او اف شنو هي؟ ناقص 2 ناقص 4 هي ناقص 6 و 5 ناقص 3 هي 2. إذا هذا السؤال الأول اللي هو إحداثيات المتجهة EF. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو لنحدد إحداثيات النقطة M. لكن جوج أسئلة، السؤال الأول السؤال الثاني مزيان. إذا شنو عندنا في المعطيات؟ عندنا المعطيات EF اللي هي نحددنا المتجهة ديالها اللي هي ناقص 6 2، وعندنا أيضا في المعطيات ولدينا 2 أو إف كتساوي لنا أو إم. هذا برضو ردوا لي البال مزيان. دونك هاد 2 أو إف بصفة عامة شنو كتقول لنا القاعدة؟ ألفا مثلا عندنا أو إف مثلا بصفة عامة أو إف إحداثيات ديالها هي X و Y. دونك ألفا و F يعني شي عدد نضرب في F شنو كيعطينا؟ ألفا X و ألفا Y، يعني داك ألفا كنضربوها في X و نضربوها في Y. دونك نطبقو هاد القاعدة هنا، عندنا جوج أو F يعني جوج أو F شحال كتساوي لنا؟ عندنا جوج أو F كتساوي شحال الإحداثيات ديالها؟ نطبقو هاد يعني ناقص يعني جوج مضروبة في ناقص 6 و جوج مضروبة في جوج. اثنان ألفا كنطبقو قاعدة اثنان ألفا اثنان يعني هاد اثنان عفوا اثنان مضروبة في ناقص 6 و اثنان مضروبة في جوج هاهي. إذا الإحداثيات ديال الإحداثيات ديال 2 و F شحال هي؟ 2 في ناقص 6 هي ناقص 12 و 2 في 2 هي 4. مزيان، فاش غتنفعنا هاد؟ يعني شنو عندنا في المعطيات؟ عندنا 2 و F كتساوي لنا و N. دونك الإحداثيات ديال و N شحال هي؟ هي
اكس ام ناقص اكس او و ايغريك ام ناقص ايغريك او. هذه بصفة عامة. دونك هنا او عندنا الاحداثيات ديالها ولا ما عندناش؟ عندنا الاحداثيات ديالها هي 4-3. اذا الاحداثيات ديال او ام شحال هي؟ علاش حتى حنا كنقلبوا على هاد اكس ام؟ الله يرضي عليكم، ديما ما خصناش نساو السؤال. شنو هو السؤال؟ هو الاحداثيات ديال ام. حنا خصنا نقلبوا على هاد اكس ام و ايغريك ام، هي علاش كنقلبوا. واخا اذا اكس او شحال عندنا؟ اكس او هي 4 ناقص 4 و ايغريك ام ناقص ايغريك او شحال هي؟ هي 3. فاهمين؟ ونجيو عاد نرجعو لهنايا. شنو عندنا؟ عندنا اثنان اف، نعاود نحسبوها هنا، عندنا اثنان اف شنو كتساوي لنا؟ او ام. دونك او ام حددنا الاحداثيات ديالها، و اثنان او اف حددنا الاحداثيات، حددنا الاحداثيات ديالها. اذا هنا نقدروا نخرجوا واحد النظمه اللي هي شنو هي هاد النظمه؟ بمعنى هادو هذا وهذا متساويين، يعني الاحداثيات ديالهم حتى هما متساويين. يعني اكس ام ناقص 4 هذا شحال كيساوي لنا؟ هذا الافصول شحال كيساوي؟ كيساوي لنا ناقص 12. والارتب كيساوي الارتب، يعني ايغريك ام ناقص 3 شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هذا الارتب اللي هو 4. واخا نكملو تكون واضح مزيان. هنا نكملو النظمة، راه غطرنا قريناها، مغاديش نعاودو الدرس ديال النظمة. دونك اكس ام شحال كيساوي لنا؟ نعرفو 4 ماشي ايكغيك. شنو قلنا؟ اكس ام ناقص 4 ماشي ايكغيك. اكس ام ناقص 4 غادي نردو هاد 4 الطرف الاخر، شنو غتولي لنا؟ ناقص 12 زائد 4، كنغيرو الطرف الاخر مع تغيير الاشارة. و ايكغيك ام شحال كتساوي لنا؟ 4 ناقص غتولي لنا زائد 3. دونك احداثيات ديال ام شنو هو؟ اكس ام كتساوي لنا ناقص 12 زائد 4 اللي هي ناقص شحال؟ ناقص 8. و اكس و ايكغيك ام شحال هي؟ 4 هي 7، 4 زائد 3 هي 7. اذا ام احداثيات ديالها شحال؟ هما ناقص 8 و 7. اذا هنا نعرض عليكم فقط يعني مساله ديال الفهم، خاصك تفهم. ما تحفظليش التمرين، خاصك تحاول تفهم كيفاش تخرج، كيفاش تتعامل مع الوضعيه المساله. بحال عندك شي وضعيه مساله خاصك تلقى الحل. اذا هذا بالنسبه للنقطه ام. بالنسبه للسؤال الثاني، احسب المسافتين، احسب المسافتين اف. دونك لنحسب المسافه او اف، شنو عندنا في المعطيات؟ عفوا المسافة، شنو عندنا في المعطيات؟ عندنا و اف كمتجهة، عندنا الاحداثيات ديالها. شنو هما الاحداثيات ديالها؟ حسبناها و اف هي ناقص 6 2. دونك هنا مباشرة قاعدة بصفة عامة شنو كتقولنا باش نحددو المسافة؟ مثلا و اف قاعدة بصفة عامة هي جذر اكس اف ناقص اكس او كل اس 2 زائد ايغريك اف ناقص ايغريك او الكل اس 2. شنو معنى؟ هذا هو الافصول ديال المتجهة، وهذا هو الارتب ديال المتجهة، لان اكس اف ناقص اكس او هو الافصول، وهذا هو الارتب. دونك مباشرة المسافة او اف، المسافة او اف شحال كتساوي لنا؟ دونك اكس اف هي ناقص 6 جذر مربع ناقص 6 الكل اس 2، هنا نرد عليكم ما نساوش الاقواس، زائد 2 اس 2 شحال كتساوي لنا؟ جذر ناقص 6 اس 2 هي 36 زائد 4. دونك شحال كتساوي لنا او اف؟
بشكل سلبي عفوا. جدل 40. السؤال الثاني، لنحسب المسافة أو معاه نت، لنحسب المسافة أو دونك هنايا نطبقوا القاعدة بصفة عامة. شكون تقولنا جدر أو يا إما نحسب المتجهة عاد نحسب المسافة، يا إما نحسب مباشرة المسافة. دونك نحسب مباشرة بالنسبة لهاد النقطة أو أو هي أصل المعلم أو إي جي، إذا الإحداثيات ديالها هي صفر صفر. دونك نطبقوا القاعدة. شكون تقولنا القاعدة هي إكس أو ناقص إكس أو الكل أسي 2 زائد إكريك أو ناقص إكريك أو الكل أسي 2 إكس أو. عندنا إحداثيات ديال أو هو صفر صفر، حيتاش هو أصل المعلم هو هاد. هذا شحال الاحتمال ديالو هو صفر صفر اصل المعنى. مزيان دونك نطبقو. عندنا او وعندنا او، دونك المسافه تساوي او او تساوي اكس او. شحال الاحتمال ديال اكس او هي 4، او اكس او هي صفر كل اس 2 زائد شحال ايغريك او اللي هي عندنا 3 ناقص إكريك أو. إكريك أو شحال هي صفر أس 2 شحال كتساوي؟ غتساوي لنا جدر مربع 4 ناقص صفر صفر أس 2 هي 16 زائد 3 أس 2 هي 9. دونك شحال كتساوي لنا؟ هي جدر 25 هي 5. 5 أس 2 هي 5. إذا هذا بالنسبة حددنا المسافة أو أو وحددنا المسافة أو إف. جيد، بالنسبة للسؤال الثالث، حدد إحداثيتي كمنتصف القطعة أو إف. كمنتصف قطع، لأن نعرض عليكم دائما أول حاجة نحط المقاييس قدامي اللي عندها علاقة بهذا السؤال هذا. نحدد إحداثيتي كمنتصف القطعة أو إف. دونك هنا عندي إذا أنا هاد الصداع ديال الزوايا ديال لابيلانس، ما عرفتش كتسمع عندكم ولا لا. المهم باش غادي نكون رايح عند الباس هادشي اللي نقولو. دابا نحدد احداثياتي كمنتصف او اف. دونك خصني نستعمل هاد المعطيات. عندنا او عندنا الاحداثيات ديال او. شحال الاحداثيات ديالها؟ عندنا السؤال هي 4 3. عندنا احداثيات ديال اف هي عندنا في المعطيات في الاول هي ناقص 2 ناقص 2 5. دونك هاد المعطيات غادي نحتاجهم. شنو كتقول لنا القاعدة بصفة عامة؟ دونك بما انك منتصف يعني اكس ك شحال كيساوي لنا؟ هو ايغريك او زائد إيغريك إف على 2. هذه القاعدة بصفة عامة. وإيغريك ك شحال كيساوي لنا؟ عفوا هنايا واخا نكتبو هنا إيغريك ك كيساوي لنا إيغريك أو زائد إيغريك إف، وهنايا نكتبو إكس. إكس أ شحال كيساوي لنا؟ هو إكس أو زائد إكس إف الكل على 2. بالنسبة للإحداثيات ديال إكس وديال إيكغيك، هادو عندنا قلت عندنا هاد المعطيات. إذا إيكغيك كشحال كتساوي؟ تطبيق عددي، إيكغيك أو
هو 3 زائد y f اللي هو 5 لا 2 و x k شحال كيساوي لنا x e اللي هو 4 زائد 4 زائد إذا ربما خلينا شوية الصداع دي الصداع يدوز كتسمع بزاف يمكن 4 زائد ناقص ناقص 2 الكل على 2 دونك نطبقو y 3 زائد 5 كتساوي لنا 8 على 2 هنايا اكس كا 4 زائد مع ناقص كتحيد لنا زائد 4 ناقص 2 اللي هي 2 يعطينا على 2 اللي هي 1 و y كا 8 على 2 اللي هي 4 اذا الاحداثيات ديال كا منتصف قطعة ب هو اكس كا اللي كيساوي لنا 1 و y كا كيساوي لنا 4 اذا اهم حاجه الله يجازيكم بخير هو خصني نكون عارف القواعد اذا كنظن في هذا الجزء هذا نكتفيو بهذا التمرين الاول باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف وان شاء الله غادي ندير الجزء الثاني نفرقوا الاجزاء ديال التمرين جوج والتمرين 3 اذا نتمنى تكونوا استفدتوا ونشوفكم في فيديو اخر باذن الله.